لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. هل لبس الجبة الملونة وأيضا الحجاب الملون فيه إشكال؟ إذا لم يكونا من لباس الشهرة ولا من لباس الزينة ولم يكونا مثيرين، فارتداؤهما جائز، والأفضل للمؤمنات هو الأسود. هل يجوز وضع شيء من المكياج الخفيف قبل الخروج؟ لأني لا أستطيع الخروج بدون ترتيب ولو قليلاً للوجه. يعد ذلك زينة عرفاً، فيجب على المرأة ستره. ما حكم عمل التاتو للحواجب؟ رسم الحواجب بالليزر بالنسبة للنساء هل يجوز؟ وإن كان لا يجوز، فهل بسبب اعتباره نوعاً من الزينة التي يجب عدم إظهارها؟ أم بسبب كونه نوعاً من الوشم؟ علماً بأنه يدوم لمدة سنة تقريباً. وهل يسقط عدم جوازه إذا كان شعر الحاجبين خفيفاً جداً أو يملأهما الشيب؟ يجوز مثل ذلك للنساء، ويجب ستره إذا عد زينة عرفاً. هل يجوز وضع الكحل في العين؟ لأن البعض يقول إنه من ضروريات المرأة، وقد يكون وضعه لفائدته للعين. الكحل زينة على الأظهر، ولا يجوز إظهاره لغير المحارم. هل يمكنني أن ألبس العباءة الإيرانية؟ وقد اشتهرت عندنا في بعض أماكن العراق أن الأفضل هو العباءة العراقية. العباءة العربية أفضل، لأن فيها نوع اقتداء بالسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي يأمل الجميع شفاعتها إن شاء الله تعالى. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.